ايش اسهل طريقة لقياس الريزيسترز؟ ايش اعمل؟ لو عندي مقاومة احد طبعا عندك انت اوميتر، بس انا افترض ما عنديش اوميتر، قلت لك قيس لي المقاومة، شو في طريقة سهلة انك تقيس المقاومة؟ ايش تعمل؟ بتحط فولتج وبتقيس التيار اللي ماشي، مش هيك؟ اذا اسهل طريقة راح نعملها هون، راح نجيب اطراف المحرك، واطراف المحرك راح افترض انهم الان لاني راح احط دي سي. لما بحط دي سي ايش قيمه هاي الدي سي؟ صفر، مش هيك؟ غير موجود، مهمل، مضبوط. وانا كمان لاني حاطط دي سي ما فيش عندي فولتج انديوس بالسكندري، لانه فيش روتيتنج ماجنتيك فلكس، مش دي سي صارت؟ اذا شو ضلت القطعه الوحيده اللي موجوده اللي بقدر اقيسها بالبرايمري؟ ار 1. اذا راح احط هون انا دي سي فولتج، هذا راح اسميه في دي سي، وانا بغيره من هون بحط في دي سي بين الطرفين هذول، وايش بقيس؟ بقيس الكرنت اللي بمر. اذا صار عندي كرنت وانا عارف الفولتج ايش بقدر احسب؟ بس هذول مش مقاومه واحده، كم مقاومه هذول؟ لا طلع عليها مضبوط الدائره، هاي بطل لها قيمه مش هيك؟ مين ضلوا؟ الثنتين هذول سميهم ار وار، بصير عندي الان 2 ار، شو بتساوي؟ تساوي بي دي سي على ايه؟ طبعا هذا بشرط انه يكون ستار كونكتد، اذا كان دلتا كونكتد بدك تفكر بطريقه ثانيه. ستار كونكتد. اذا شو بصير عندي؟ بصير عندي ار شو بتساوي؟ بي دي سي ار 1 عفوا، ار 1 بصير عندي هاي ار على 2 وهذه هون اي. اي دي سي 2 اي دي سي. اذا هون انا استطعت اطلع قيمه ار 1 بطريقه سهله جدا، عملته دي سي. ليش رحت حطيته دي سي؟ ريحت من كل الاشياء الثانيه هاي، انا بدي اركز عليهم واحد واحد. تعرفوا المثل لما بقول استفرد فيهم واحد واحد، استفرد فيهم واحد واحد، مش اسهل انه فرق تسود؟ تمام، نفس الشيء. هاي نفس الشيء، نفس الفكره هون. عم نتحايل احنا بنلاقي طرق معينه استفرد بواحد واطلع قيمته. لما حطينا دي سي هذا ما لهش علاقه، الدي سي ببين شورت سيركت وهذا ببين شورت سيركت بالدي سي، مضبوط؟ فصفت هاي دائرة انه ما فيش شيء عندي بالسكندري، لانه فيش شيء بالاير جاب عم بمر. ليش في شيء عماله بنط على الاير جاب؟ لانه دي سي ما فيش روتيتنج ماجنتيك فلكس، ببطل يعمل روتيتنج هذا الماجنتيك فلكس، مضبوط؟ فلقينا كل هذه الدائرة ما ضلش عندي غير ار 1. لما صار عندي ار 1 بس انا بتذكر انه هذا مشبوك ستار، لانه ستار كونكتد، هذه مش ار واحدة، تو ار، هاي النقطة ما بقدرش اوصل لها اللي بالنص. لما مخبية في داخل المحرك عادة. فصف عندي الطرفين هذول، والطرف الثالث انا تاركه، فطلعت قيمة ار 1، صارت عندي قيمة ار 1، هلا بعدين راح اطلع مثلا قيمة ار 1 زائد ار 2. مش بقدر وقتها احسب ار 2 لاني ايش عارف؟ لاني عارف ار 1 بهي، ماشي؟ اذا هاي الطريقة سهلة، الشيء الوحيد اللي هاي ما بتعطيني اياه ما بتاخذ شيء اسمه سكن ايفكت، ما راح ندخل بتفاصيل السكن ايفكت، السكن ايفكت هو بقول انه الريزيستنس بيختلف قيمتها شوي لما يكون في عندي اي سي. ما بتكون نفسها، بس احنا هذا مهملينها ومعتبرين انهم مهملين السكن ايفكت.